اسمه حرف الميم. ونعيد نكرر، انا حكيتها من البدايه مقدمه، كل حرف له اسم وله شكل، هذا شكله يعني كتابته وله صوت. حرف الميم، لفظ الحرف ما حسب مكانه بالكلمه، اذا اول كلمه ما ميزان، وسط الكلمه واخر الكلمه ام نم نمر معلم. هسه بدايه الكلمه بهذا الشكل نكتب حرف الميم، دائره ونسحب الشخط، هذا بدايه الكلمه. طبعا خطي مو حلو بس ما يخالف، المهم اوصلكم الفكره وتعرفون تكتبونه. ما ما بدايه الكلمه، وسط الكلمه اذا قبل حرف وبعد حرف هو هم دائره يصير، والحرف اللي قبل لازق فيه والحرف اللي بعده لازق فيه بهذا الشكل، وبنهايه الكلمه يصير بهذا الشكل، او قبل حرف مرات لازق فيه بهذا الشكل. تمام، اول كلمه شنو اللفظه؟ اللفظه ما ما ما، راح اعطيكم كلمه ميزان، ما اي مي از ميز آ ان ميزان، هذا الدفتر نخططه هيك ونكتب هاي الكلمه وننقلها هواي حتى نعرف ما ميزان. وسط الكلمه اللفظ ام ام نمر، ما وهاي دائره ام وهاي الار نمر، وهم نخطط الدفتر وياها بنفس اللحظه ونخلي هيك. بنهايه الكلمه هذا شكله ام معلم، ما ع ل ام معلم، وهم ننقل الكلمه للنهايه نهايه الدفتر حتى نتعود على كتابه الكلمه وعلى كتابه الحروف والتهجي بشكل صحيح. شلون تهجى الكلمه بالنسبه للناس اللي ما تعرف تهجى؟ يقول لك انا حافظ ما حافظ ام حافظ الحروف. شلون تهجى الكلمه؟ عندي هذه الكلمه تتكون مثلا من خمس او ست حروف، خمس حروف، 1 2 3 4 5، خمس حروف. شلون اتهجاها بشكل صحيح اذا انا حافظ الحروف؟ اول ما نشوف الحرف، الحروف منين تتكون، الكلمه منين تتكون، من كم حرف تتكون؟ من خمس حروف. شنو الحروف اللي تتكون معتن؟ حرف الميم او حرف الماء، حرف الاي، حرف الاز، حرف الا، حرف الان. اذا اردت اتهجى بشكل صحيح واعرف الكلمه، اول ما تهجى اول حرف، بعدين اللفظ الثاني، بعدين الاول والثاني سوا، ما اي ما اي، شو يصير؟ مي از ميز آ ان ميزان، بهذا الشكل. نعيد هنا، نا ام نا ام نم، اول مره اقول نا وبعدين اقول ام وبعدين ادمجهن سوا، نا ام نم نا ام نم ار نمر، هيك اجمعهن بهذا الشكل. هذا حرف الميم خلصنا من عنده، وحاولوا تكتبون الكلمات وترددون وياي، لان اللي ردد واللي يحكي بي ما راح ينساه، راح يسمع ويشوف بعينه ويسمع بذنه وراح يحكي بصوته، فراح تظل بباله وما ينساها ان شاء الله. ولازم تكتبون الحرف، كتبوا الحرف.